لمناقشة ظاهرة انتشار المخدرات بين صفوف القوات الأمنية والميليشيات في العراق، انضم إلينا عبر سكايب من أربيل الباحث والمحلل السياسي العراقي كاظم ياور. أستاذ كاظم، السلام عليكم. بعد أن طالبت لجنة برلمانية بفحص موظفي الدولة والأجهزة الأمنية بشكل دوري، وزارة الداخلية قامت أو بدأت في عمليات الفحص، ولكن السؤال المطروح هنا، هذا الفحص هل يمكن أن يقلل من نسب تعاطي المخدرات بين صفوف القوات الأمنية؟ نعم، شكرا جزيلا على الاستضافة، وأحيي السادة مشاهديكم الكرام. أهلا بك. بالنسبة لتقارير، يعني سواء كانت من البرلمان العراقي والمطالبات، وحتى تقارير أممية ومنظمات مجتمع مدني، الكل يتعاضد أن هناك أصبح في العراق ظاهرة وليس حالات فردية من التعاطي المخدرات ويعني مواد مؤثرة العقلية، ولكن المشكلة الرئيسية كما ذكرتم وصول هذه الظاهرة إلى قوات الأمنية، فهنا الطامة الكبرى. واعتراف من قبل وزير الداخلية باتخاذ إجراءات، منها يعني فحص المنتسبين في وزارة الداخلية، يعني يدعو إلى قلق جدا كبير لدى نفوس العراقيين من وصول أن من شأنهم عليهم حفاظ على أمن وصحة المواطن إذا كانوا هم يتعاطون بهذه المستوى، فكيف يكون مصير الآخرين ومصير البلد، خاصة أن وزارة الداخلية الكل يعلم أن يعني هي تحافظ على حتى على السجناء في هذه محكومين بهذه الأمور، فكيف من يحرص على شخص مسجون بجرمة تعاطي مخدرات، ومن يقف على باب حراسة السجن كذلك هو إذا كان يتعاطى المخدرات، فكيف يكون الأمور لا يعلم مداها وخطورتها إلى الله سبحانه وتعالى. طيب أستاذ، فإذا أستاذ كاظم، يعني تماشيا مع ما تفضلت به، الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية تتحدث عن أن نسبة التعاطي بين العناصر الأمنية والميليشيات قد وصل إلى 60%. ما الذي أوصل الأوضاع بهذا الشكل من الخطورة حقيقة أستاذ كاظم؟ طبعا يعني الأوضاع العامة في البلاد لا يخفى على أي شخص، سواء كان في العراق حتى في خارج العراق، يعني مأساة في وضع الاقتصادي ووضع الاجتماعي، وكذلك في وضع حتى التعليمي. يعني أكثر الأمور تعاطي المخدرات من أين يأتي؟ يأتي عن طريق الجهل، الجهل بخطورة هذه الأمور. فإذا كانت يعني الحكومة والدولة لا تستطيع من توفير المدارس وهيئات تعليمية بشكل تتلائم مع نسبة السكان في العراق، فهذا الشيء بالمستقبل أكيد يؤدي إلى أن يظهر الجهل، والجهل يقود إلى هكذا جرائم تعاطي مخدرات وإلى آخره. فيعني إصلاح البلد، إصلاح ملفات العامة الاقتصادية والسياسية وحتى التربوية والتعليمية، هذه تعتبر جزء وركيزة أساسية في حل هذه المشكلة وهذه الظاهرة التي لربما يعني سوف يعني تؤدي إلى فتك بشباب العراق، وبالتالي إلى يعني فتك بمستقبل أبناء الشعب العراقي لا سمح الله إذا بقيت الأمور على حالها ولم تظهر هناك معالجات يعني شاملة وكاملة. ومن هنا أنا برأيي الشخصي لابد أن يكون استعدادات الدولة العراقية واستنفار تام جميع المؤسسات الدولة، مثل ما جرت استنفار في مسألة كورونا، فلنستبدل مسألة كورونا بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية،
بما أنه هذه التقارير المتفشية ومن جهات الرسمية سواء في من وزارة الصحة أو من وزارة الداخلية أو من الأمم المتحدة ومنظمات مجتمع مدني ووصول هذه الحالات إلى يعني أرقام قياسية 60%، فمعناته يعني البلد في طامة كبرى، لابد أن يكون هناك يعني مكافحة هذه الظاهرة من قبل جميع المؤسسات الدولة، فلتكن هناك يعني مكافحة مثل ما جرت في كورونا، فلتستبدل كورونا بالمخدرات في العراق. أستاذ كاظم، في تصريح للجنة الصحة والبيئة النيابية، حقيقة يعني هذه اللجنة شككت في إمكانية السيطرة بشفافية على فحص منتسبي الداخلية، ولكن هل الفساد المستشري، أقصد بذلك الفساد الإداري والمالي في المؤسسات الأمنية، هل سيفوت الفرصة على ضبط هذه الظاهرة بين قوات الأمن من وجهة نظركم أستاذ كاظم؟ بطبيعة الحال مشكلة جريمة التعاطي المخدرات ليس فقط تكون يعني يحمي المتعاطي من هذه الفحص وغيرها والرقابة، يعني رأينا أن كبار الشخصيات في العالم عندما يعني يتهمون بتعاطي المخدرات أكيد يعني لديهم وسائل وسبل يتخلصون من هذه التهمة، ربما أحيانا يأتي يعني دور أن المتعاطي يحمي نفسه بالسلاح، يحمي نفسه بإعطاء الرشوة إلى جهات المعنية لكي يتخلص من هذه التهمة. فإذا لابد نحن أن نذهب إلى جذور المشكلة قبل وصول إلى الظواهر المعينة، فإذا لم نذهب إلى قلع هذه المشاكل من جذورها سوف تبقى انتشار ويعني ما بين أوساط القوات الأمنية وغير القوات الأمنية، وتؤدي إلى خلق مشاكل وجرائم يعني إضافية عما عليه مجرد تهمة التعاطي بالمخدرات. أكيد سوف يكثر هناك القتل، يكثر هناك تعاطي الرشوة، يكثر هناك يعني تعدي على حرمات الآخرين والنساء وغير أطفال وإلى آخره، لأن المتعاطي يفعل كل شيء، إذا فقد عقله ماذا تنتظر منه؟ يفعل كل شيء. فإذا لابد أن يكون هناك إجراءات يعني تقلع هذه الظاهرة من جذورها، وإلا يعني مستقبل البلد في خطر من جراء هذه المشكلة. أستاذ كاظم، أستعير منكم عبارة أن التعاطي المخدرات يخلق مشاكل وجرائم وبالتالي فقدان السيطرة، في هذا السياق في ظل امتلاك عناصر الأمن يمتلكونهم السلاح، ما مدى خطورة تعاطيهم المخدرات على حياة المواطن العراقي، خاصة أنه يمتلك السلاح بصفة شرعية؟ هنا مكمل الخطورة كما ذكرنا. نعم. يعني التقارير عندما يقول 60% من القوات الأمنية يتعاطون يعني المخدرات وإلى آخره، طبعا الكل يعلم مدى خطورة العنصر الأمني، يعني إذا كان عنصر الأمني يتعاطى مخدرات ممكن أن يكون يعني موضع اختراق من جهات إجرامية قاعدة ويعني ميليشيات وإلى آخره أو أخرى، ممكن اختراق الأمن القومي العراقي عن طريق هذه الوسائل، وبالتالي سوف يؤدي إلى يعني أن يكون أمان المواطن العراقي في خطر، وفي خطر يعني حقيقي وليس ظني أو تخمين، مجرد تخمين. إذا لابد أن يكون هناك من يعني قوانين وتشريعات صارمة، بحيث إذا ثبت أي عنصر أمني يتعاطى المخدرات لابد من فصله وإبعاده عن السلك الأمن وجهات في وزارة الداخلية أو دفاع أو أي مؤسسة أمنية في البلاد. وإذا لم تكون هناك معالجات من هذه النوعية سوف يفقد المواطن العراقي
من ذهاب حتى لأن يقدم شكوى لدى مراكز الشرطة أو مؤسسات أمنية على جريمة معينة أو أمر معين، لأنه سوف يفقد ثقته بنفسه عندما يأتي إلى شخص يتعاطى مخدرات، فكيف يكون التعامل معه؟ أكيد سوف يكون التعامل معه عن طريق الابتزاز اقتصادي أو حتى أمور لا سامح الله أمور أعراض الناس وإلى آخره. عبر سكاي من أربيل الباحث والمحلل السياسي العراقي كاظم ياور، شكرا جزيلا لكم.